فقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي باستصلاح 500 الف فدان على امتداد طريق محور الضبعة احد الطرق الجديدة التي تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق وياتي مشروع مستقبل مصر الممتد على مساحة 500 الف فدان ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الانتاجية الكامنة في مجال استصلاح الاراضي والانتاج الزراعي ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد وقد وجه السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية بالتزام إدارة المشروع بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين أنا جاي عشان أنا أسمع منكم عشان في مشكلة نحاول نحلها هنا بدأنا يا فندم مع بداية المشروع في 2017 السنة أه اللي فاتت حققنا تقدم كبير في بالنسبة للدورة الصفراء وصلنا لأربعة طن في الفدان من, من متوسط 2.8 وشغالين في تطوير ومنين التكنولوجيا من بره وبنوطنها هنا في المشروع وبنساعد فيها المستثمرين التانيين تمام في حاجة في مشكلة عندكم؟ احنا يا فندم ممكن نستثمر في في مشاريع طويلة الأجل زي الزيتون وزي النخيل البرحي المتناسب مع طبيعة المنطقه فعايزين نعود اطول شويه عشان ده استثمار طويل عمر البيفو ده قد ايه؟ المفروض حضرتك الهيكل المعدني حوالي 20 سنه مع الصيانه والاستخدام ممكن يوصل 25 سنه وده واقع فعلي سيادتك قدرنا سيادتك نورد حوالي 1000 جهاز تقريبا للمشروع في وقت قياسي ما زادش عن خمس شهور تقريبا قدرنا نحصل على اسعار عن طريق التفاوض الشديد مع سعر ما حصلش لصالح مشروع مستقبل مصر ويهدف مشروع مستقبل مصر لتوفير منتجات زراعيه ذات جوده عاليه باسعار مناسبه للمواطنين ولسد الفجوه في السوق المحلي ما بين الانتاج والاستيراد بالاضافه الى توفير الاف من فرص العمل المباشره ومئات الالاف اخرى غير مباشره لكافه فئات المواطنين وذكر المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اجتمع في نهايه الجوله التفقديه بالمسؤولين عن المشروع بحضور عدد من رؤساء الشركات الزراعيه المتخصصه وذلك بمشاركه قائد القوات الجويه حيث اطلع سيادته على تفاصيل وتطورات المراحل الحاليه والمستقبليه للمشروع الذي يمثل احد التوسعات الاقتصاديه الكبرى التي من شانها تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الاجيال الحاليه والقادمه من شعب مصر العظيمه مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا مره ثانيه بنتواصل معكم على الهواء مباشره من اول لقاءاتنا وحديثنا كما نوهنا في البدايه عن المشروعات القوميه المصريه في مختلف المجالات ويمكن بنركز في هذا اللقاء حديثنا عن مشروع مستقبل مصر للتنميه الزراعيه وتفقد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المحور الهام يمكن اللي بيمتد على الجانب الغربي من مصر وصولا الى الضبعه وهو يمكن في هذا المشروع حوالي 500 ألف فدان بتستهدفهم مصر بالاستصلاح من أجل دعم الثروة القومية المصرية من المنتجات الزراعية ويمكن هذه المشروعات القومية الكبرى بتعود بالفعل بالنفع بشكل كبير جدا وشاهدنا ولمسنا ما تجنبته مصر من مشاكل مع الانتاج الزراعي بسبب جائحة الكورونا يمكن عديد من دول العالم عانت من هذا الموضوع ولكن مصر بحمد الله يمكن لم تعاني بشكل كبير من هذا الموضوع بسبب هذه المشروعات بسعدنا أن معنا في هذا اللقاء دكتور محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي والباحث الاقتصادي أهلا بك معنا فهم. أهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين و... شاء الله نكون يعني قادرين نوصل معلومه بسيطه عن مشروع مهم مشروع امن غذائي وامن قومي لمصر كلها طيب احنا في البدايه عايزين نبين للساده المشاهدين برضو مشروع مستقبل مصر وماذا عن محور اه الضبع بالاتجاه الشمالي في الصحراء الغربيه ايه, ايه, ايه هذا الموضوع وايه يمكن بعد تفقد الرئيس ايه اللي احنا لمسناه كمواطنين اه المشروع يعتبر اه ضمن الانتاج الزراعي على مساحه اه 500 الف فدان اه في الاتجاه الشمالي الغربي لمصر والاتجاه الشمالي الغربي لمصر احنا عارفين دلوقتي بيمثل اهميه اه استراتيجيه جدا لمصر خاصه بعد افتتاح قاعده اللواء محمد نجيب مش عايز اتكلم على اللي بيحصل في ليبيا وبرضه هي في الاتجاه الغربي مصر دلوقتي بتعمل قواعد عسكريه وبتعمل قواعد للتنميه سواء زراعه او مناطق صناعيه في كل الاتجاهات المصريه احنا بصراحه لامسين من قبل زياره السيد الرئيس لان السيد الرئيس من ساعه ما جه وفي استراتيجيه وطنيه للانتاج الزراعي لتوفير الغذاء توفير حد ادنى من الغذاء بالإضافة أن المنتجات الزراعية مش بس للغذاء كمان في صناعات كتيرة مصرية من قديم الأزل بتعتمد عليها سواء الزيوت أو الأدوية آه بعض الحاجات كمان بتعتمد زي الغزل والنسيج والرئيس ابتدى يرجع الموضوع بتاع الغزل والنسيج لسابق عهده في مصر مه. فهو آه موضوع الإنتاج الزراعي والتوسع فيه ليه رؤية استراتيجية شاملة آه جي معاه حاجات تانية كتير آه جي معاه آه قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية علشان نوقف مش معقول أكون بعمل أراضي زراعية جديدة وبستثمر في أراضي جديدة وأنا لسه بعتدي على لازم نوقف ده علشان يبقى فيه مردود إيجابي وجيد للمشاريع الجديدة والاستصلاحات في أرضنا الجديدة ده نمرة واحد نمرة اتنين الرئيس من ساعة ما جه ومن 2015 وإحنا عندنا مشروع مليون ونص فدان كان في الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد بتكلفة 33 مليار آه في مشاريع كتيره بقى يعني احنا بنتكلم آه انتاج الزراعي مش مرتبط بان انا اوقف آه الاعتداء على الاراضي الزراعيه واعمل استصلاح لاراضي زراعيه جديده لا انا كمان لازم ابص للميه واحنا عارفين مشكله المياه دلوقتي عندنا سواء آه محدوديه آه, اه محدوديه المياه ولسه ما نشوف يعني المفاوضات مع الجانب الاثيوبي هتوصل ايه آه احنا عندنا نمو سكاني رهيب وعلشان نعمل تنميه حقيقيه لان الزراعه مش بس زي ما قلت لحضرتك يعني غذاء وبس لا غذاء وصناعه علشان نعمل تنميه حقيقيه وتنميه مستدامه لازم يكون عندي نمو في القطاع الزراعي تحديدا أكتر من النمو في الزياده السكانيه. والرساله والرؤيه اللي عند القياده السياسيه من 2015 يعني يعني احنا المفروض نبقى بنعمل على مسارين مش مسار واحد يعني احنا يبقى في تنميه وتنميه زراعيه وفي نفس الوقت عمليه حد من الزياده السكانيه تمام الرهيبه اللي انت بتتكلم عليه الحد منها لكن لغايه ما يعني يحصل الحد بالمستوى اللي احنا نأمله آه اللي احنا بقى سنوات طويله بنتكلم في موضوع الزياده السكانيه والحد من الزياده السكانيه اه في يعني مش حابب بس ابقى متشائم بس احنا نشوف المعدل في الزياده السكانيه قد ايه ولازم يكون المعدل في القطاع الزراعي اعلى منه لأن القطاع الزراعي زي ما بقول لحضرتك هو يعني بيمثل آه 50% من السكان بيشتغلوا في القطاع الزراعي 50% من السكان 35% من القوى العامله في مصر بتشتغل في القطاع الزراعي. في 18% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر جاي من القطاع الزراعي. 15% من صادراتنا الكليه جايه من القطاع الزراعي. فهو مش بعد اقتصادي وبس ده بعد اجتماعي، لما يكون 50% من سكان مصر بيشتغلوا في القطاع الزراعي ده بعد اجتماعي. لما انا النهارده كدوله بحاول اعوم سعر صرف الجنيه قدام الدولار وبحاول اوفر احتياطي نقدي من الدولار. لازم في نفس الوقت أقلل من الصادرات بتاعتي. <applause> أقلل من الاستيراد بتاعي، فعشان أقلل من الاستيراد بتاعي من السلع اللي هي الزراعية، لازم أنتج أنا أكتر عشان أقلل الفجوة. <applause> أحد أهداف المشروع الأساسية إن أنا بنتج منتجات زراعية ذات جودة بسعر مناسب للمواطنين المصريين. في نفس الوقت تبقى الفجوة ما بين احتياجاتي أنا الداخلية وما بين المفروض الاستيراد اللي كنت بستورده. <applause> لان المشروع على مساحه جغرافيه واسعه جدا وهيخدم هو فعلا خدم فعلا يعني هو المشروع بقى له فتره شغال والريس كان بيتابع مراحل التنفيذ الحاليه طب بالنسبه لمتابعه محور الضبعه اللي هو المحور الشمالي برضه عايزين نوضح لسه المشاهدين هو احنا بنتكلم على ال 500000 الف فدان دول في اطار المشروع القومي الكبير اللي هو مليون ونصف, ونصف مليون مليون فدان ونصف فدان يخصوا محافظه الوادي الجديد وابتدوا من 2015 بتكلفه 33 مليون يعني هو المليون ونصف دول مليون دول فدان دول مشروع تاني يعني ال 500 لكن ملي... الف دول مشروع, مشروع مشروع اخر تماما خالص, خالص يعني دول. كده بنتكلم في 2 مليون آه حضرتك, آه. آه, تبتكلم يعني ما 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 اه حضرتك عندك انت بتتكلم صحاري سرابيوم ما انا بقول لحضرتك في استراتيجيه اتحطت من 2015 وفقا للرؤيه السياسيه عشان بس تربط يعني نحاول نحاول نربط بقول لحضرتك ان احنا مم. عندنا آه اجمالي كتير اكتر ان يعني احنا عدينا ال 2 مليون احنا على الشاشه على فكره متابعين لكل احنا عدينا اكتر من 2 مليون آه. آه فدان استصلاح احنا صحاري سرابيوم بس اتعملت في محافظه الاسماعيليه بتهدف الى استصلاح من 70 ل 100 الف فدان في الاسماعيليه وجزء من سيناء ده انت عند حضرتك كمان انت بتتوسع في الزراعه العضويه تمام الزراعه العضويه مش بس العائد الاقتصادي كبير لا كمان انت بتقلل الاعتماد على الاسمده والمبيدات بالتالي بتحافظ على التربه وبتحافظ على المناخ والبيئه عموما عندك كمان أه الحمله القوميه ما بيقولك هي منظومه استراتيجيه كامله احنا مم. كنا الاول بنقول منظومه وهو ما فيش منظومه في عهود يعني في عهود سابقه يعني مش عايزين نتكلم دلوقتي لا في فعلا منظومه وفي فعلا تكامل وفي استراتيجيه حقيقيه وانا مش شايف ان هو بنعمل الأراضي زراعيه وخلاص لا في المكمل ليها ان انا احافظ على الميه وان انا اقلل الاستيراد واحنا السنه اللي فاتت زي ما بقول لحضرتك المشروع بتاع 500000 الف فدان بدأ من السنه اللي فاتت وساعد مصر كتير لان الرئيس اول ما ابتدت ازمه كورونا قال نقلل الاستيراد <applause> ونعتمد علي انتاجنا سواء صناعه او زراعه وده فعلا حصل لان التجاره كلها الحركة التجارية على مستوى العالم من ساعة بداية أزمة كورونا كانت حصل لها شوية خلل واللي ساعدنا كان بداية الانتاج اللي حصل السنة فاتت من 500 ألف فدان هو المحور الشمالي اللي هو المحور الشمالي الغربي آه المحور امتداد الضبع آه ليه الرئيس راح؟ للرئيس الرئيس حسب أن المشروع ده ابتدى يجيب ثماره وفراح عشان يتابع تكملة بقية المراحل للمشروع آه الرئيس وجه أول حاجة أن الناس اللي شغالة معايير السلامه الطبيه والمهنيه علشان نفضل شغالين ما هو مش النهارده هنزل وانا مش واخد بالي من المعايير دي واتعب ويجي لي كورونا وبالاخر المشروع يقف <applause> لا انا طالما بشتغل يبقى لازم اخد بالي من المعايير دي <applause> نمره واحد نمره اثنين آه كل المشاريع الرؤيه الاستراتيجيه الزراعيه في القطاع الزراعي حضرتك انت بتشتغل مع قطاع خاص بتشتغل مع منظمات اهليه وبتشتغل مع مراكز بحثيه سواء <applause> وزاره الزراعه في مصر او مراكز بحثيه بره لو انت محتاج نقل خبرات والرئيس قال كده في, في الزياره اللي كانت من كام يوم دي ان هو اتعاونوا مع ونساقوا مع كل الجهات اللي تؤدي الى نجاح المشروع زي ما الاهداف محطوطه. المشروع بيوفر بس هو المشروع بينتج يعني ايوه المشروع اوريدي نتج يعني السنه اللي فاتت وساعد في تغطيه يعني الفجوه يعني ال الف فدان دول او 500 فدان دول او 500 ما حضرتك مش هتستصلح 500 الف فدان في يوم واحد احنا ابتدينا والريس بيتابع المراحل ففاضل مرحلتين وهيخلصوا ان شاء الله على السنه دي آه ال 500,000 فدان انتجوا السنه اللي فاتت وكان بقول لحضرتك ليهم عظيم الاثر في ان احنا نتفادى اثار كورونا. <applause> آه بنوفر الاف الفرص المباشره الاف <applause> الفرص العماله المباشره ومئات الالاف من الفرص غير المباشره المرتبطه بالم... لان حضرتك انت النهارده الزراعه بيتقال عليها آه التكامل الزراعي، التكامل الزراعي ده الصراعه مع الصناعه، <applause> انا الزراعه النهارده محتاجه ايه؟ محتاجه اسمده في مصانع اسمده محتاج مبيدات في مصانع مبيدات محتاجه التغليف بتاع الحاجات دي الاسمده والمبيدات ففي مصانع للبولي والايثيلين والبلاستيك المهم الشيء الهام جدا احنا ابتدينا برضو ندخل موضوع البذور والبذور تمام بتستورد هو بنك البذور العالمي ده والقصه دي قصه كبيره يعني مش حابب اتكلم فيها لكن احنا عندنا لغايه دلوقتي سلالاتنا مم. وعندنا في مراكز الابحاث بتاعتنا عندنا والجمعيه التكامليه الزراعيه عندنا حاجات كثيره مم. واعتقد لسه عندنا البذور الاصليه المصريه اتمنى انها في يوم من الايام تطلع انا مش خبير زراعي مم. لكن أقول بقول لحضرتك هاخدها أه من شكل تجاري وبشكل اقتصادي أه منظمه التجاره العالميه او اتفاقيه الجاد كان ليها اثر سلبي احيانا على بعض الدول اللي يعني بتبقى متميزه في نوع معين من المحاصيل الزراعيه مصر فيها اكتر من عشرين الف محصول زراعي ونباتات وزهور احنا عندنا ميزه في الذره للاسف والاخوه المزارعين وانا يعني منهم وطالع من نبتهم فهم عارفين ان احنا فقدنا الميزه اللي عندنا في الذره سبب الذره يعني. اه الذره اللي جات لنا اللي هيجيني يعني. اه يعني ضيعت الذره المصري اه آه وان شاء الله باذن الله يعني نتلاف ممكن نتلافى ده قريبا هنرجع لموضوعنا ان مشروع فانا كنت حابب اتكلم عن موضوع البذور لا لا يعني انا بتكلم بشكل عام لان هو كان برضو كان تحدي عشان تحافظ على منتوجك الزراعي او منتجاتك الزراعيه لازم تحافظ على الاساس تحافظ على الاساس انت عندك القطن طويل التيله عندك الدرة عندك محص... والكتان المصري عندك حاجات كثيره بتستخدم في انتاج الزيوت وفي الادويه وفي العطور وفي الغزل ونسيج وفي الحلق عندك حاجات تديك ميزه غير بقى طبعا الزراعه العضويه الزراعه العضويه احنا النهارده في متميزين جدا ومتفوقين في البنجر آه والسكر اللي بيجي من البنجر ده حاجه يعني احنا قدرنا من خلال بعض المشروعات الزراعه العضويه نحقق حلاوه في البنجر مره ونص عن طريق الزراعه العضويه اكتر من الزراعه العاديه فيزود انتاج السكر اللي من البنجر وطبعا العائد الاقتصادي بتاعه اكتر من العائد العائد غير ان انت بتحافظ على التربه بتحافظ على البيئه يعني ممكن يعني برضه بعيدا عن يعني البعد الاقتصادي برضه ده يقلل شويه زراعه القصب في زي... زو... في القصب هي... شاره للميه ايوه في إحنا, دي احنا, بنحافظ على الميه دلوقتي اه برده آه برضو حابب اقول لحضرتك ان نرجع تاني لمشروع الضبعة آه. آه. 500 الف فدان احنا وضحنا للساده المشاهدين ان ده مشروع اخر عن مشروع غير المليون ونص آه. مليون ونصف فدان في محافظه الوادي الجديد مم. تكلفه 33 مليار ابتدى في 2015 مم. مشروعنا هنا في محور الضبع امتداد الضبع في اتجاه الشمال الغربي ابتدى من حوالي سنه ونص احنا بنتكلم ان هو ده اللي ابتدى الف صوبه آه. ولا برده ال الف صوبه ده موضوع ثالث آه لا لا ثالث تالت, تالت. 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 آه. 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 بس في الاتجاه الغربي برده آه. قرب قاعده محمد نجيب لواء محمد نجيب فاحنا دلوقتي عايز اتكلم شويه عن المشروع بالظبط المشروع في ريس وفر له كل المعدات والتقنيات الزراعيه ونظم الميكنه والري اعلى حاجه في العالم على م. مستوى. طيب ده عشان ايه؟ نوفر الوقت ونقلل التكلفه والانتاجيه تبقى جودتها عاليه. طيب انا عندي داخل ال 500,000 فدان دول 200 كيلو 200 كيلو من شبكات الكهرباء الداخلية حضرتك رقم و500 كيلو طرق رئيسية وفرعية داخل المشروع ومحطتين كهرباء لتوليد الكهرباء بطاقة 250 ميجا وات عندي ألاف أجهزة الري المحوري البيجوت آه كل ده ليه؟ كل ده علشان انا مش بعمل مشروع واصوره كده كان بيحصل زمان كده ونجيب بعض الشباب ونقول بيستصلحوا وبعدين بعد الكاميرات تمشي يقولوا ما فيش لا طالما انا بعمل بنيه اساسيه في مكان وبنيه اداريه في مكان ده معناه ان انا بعمل فعلا استصلاح حقيقي <applause> وهو ده اللي موجود في المشاريع الاخيره للاسف البعض وبعض المغرضين ومن الخارج واللي بيهاجمونا بيقولوا ان احنا بنبني بيوت بس لا ده مش حقيقي خالص احنا بنعمل طرق وبنعمل مساكن لائقه بالمصريين للأجيال القادمه واحنا في خلال 20 30 سنه ال 100 مليون هيبقى 200 مليون <applause> فانت يعني مجبر اخاك لا ان انت لازم تتوسع افقيا ولازم تعمل مباني تستوعب الزياده السكانيه في <applause> نفس الوقت انا بعمل طرق وشبكه طرق وبعمل مرافق علشان تخدم على الصناعه والزراعه <سؤال> يعني في استراتيجيه شامله هم مش شايفين ده هم بيبصوا للبيوت وبس اللي <سؤال> ما هو نصر المغرضه <سؤال> بقى <applause> ما انت اكيد فاهمها فانا فاهم لكن احنا لازم ندافع ولازم نبسط المواطن البسيط الدنيا ماشيه ازاي لان للاسف البعض بيقول الفلوس دي كانت راحت مثلا في تعليم او في مستشفيات لا هو حضرتك لو ما راحتش للمرافق ما راحتش للزراعه والصناعه انت بعد كده مش هتلاقي اللقمه. <applause> مش والزراعه مش بس بتديك الغذاء بتديك الغذاء وبتديك الدواء بتديك حاجات تانية <applause> آه الامن الغذائي المصري زي ما قلت لحضرتك امن قومي <applause> لان النهارده لما يكون عندي 50% من السكان لغايه وقتنا هذا بيشتغلوا في القطاع الزراعي فدي مش مش اقتصاد وبس ده امن قومي ان انت هتحافظ <applause> ان انت تقلل الاستيراد وتوفر عمله اجنبيه <applause> وتحافظ على الميزان التجاري بتاعك قدر الامكان في وضع يعني كويس منظومه بقى الشامله للمشروع كله والاستراتيجيه لل انا بقول لحضرتك من 2015 بالتوازي مع المشاريع دي صحاره رابيوم مليون فدان في بقى حمله لازاله التعديات على نهر النيل والمصارف والترع <applause> احنا من 2015 ودي الحمله اطلقها السيد الرئيس بنفسه لغايه دلوقتي شلنا اكتر من 281 الف حاله تعدي على مصارف والترع على نهر النيل وعلى الترع والمصارف اللي بتغذي الاراضي الزراعيه عشان نحافظ على الميه الرقم كبير جدا اكتر من 281 الف حاله بالاف الافدنه مئات الالوف من الافدنه فالرقم مخيف وده مش بس تعدي على الارض الزراعيه ده تعدي على كمان ال 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 الميه اللي بنزرع بيها المجرى نفسه المجرى نفسه المجرى وبيقلل الميه كان لازم ولابد ان احنا نقلل ونحد البنى على الأراضي الزراعيه ونقلل ونحد الاعتداء على المجاري المائيه والمصارف وعلى نهر النيل الى جانب التوسع في ان احنا نبني ان احنا نعمر اراضي زراعيه جديده. <applause> دي الرؤيه الشامله اللي انا حابب اوسطها وأبسطها واوصلها للساده المشاهدين خاصه المزارعين وهم اكتر ناس فاهمين على فكره. طب دكتور لو روحنا لاهتمام الرئيس مؤخرا ان هو يروح يزور هذا المحور المحور الضبع الشمال الغربي وهو في هذه المرحله هل ده نتاج ان هو الاقرب الان لسد الفجوة وأن المشروعات الأخرى ممكن يكون المنتظر منها هيكون على مسافة أبعد شوية؟ آه هو مش كده هو اللي اعتقد آه بس مش حابب اتكلم في في الرؤيه دي اعتقد هي رساله سياسيه برضو ما هو الاتجاه الشمالي الغربي لمصر جنب ليبيا تمام تمام وجنب قاعده محمد نجيب اللي هو محمد نجيب تمام فهي رساله احنا آه. موجودين في كل شبر على ارض مصر وبنعمر آه. في كل حته وطالما المشروع ده ابتدى ينتج هو الرئيس بيعمل كده بيشوف المشروع اول ما يبتدي يشتغل واول ما يبتدي ينتج مه. ومش عشان ابتدى ينتج ننساه والريس اكد وشدد ان احنا نكمل بقيه المراحل والتنسيق مع كافه الاجهزه المختصه فهو لازم يعمل كده مه. ورساله مه. انا متواجد على كل شبر في ارضي او المحور الغربي ده مهم جدا, جداً. من بكل بالظبط طيب ومش في... متواجد بس عسكريا انا متواجد بزرع وبصنع وبعمل كل حاجه تنمويا كمان تنمويا وموضوع طبعا الـ يعني الـ حتى المدن الجديده على نفس المحور وبنتكلم على العالمين الجديده وغيرها فالامور واضحه م... محور الضب ومحور الطبع طب بالنسبه لموضوع الري وانت يمكن جينا لموضوع الميه وتكلمنا فيه مشروع زي ال الف فدان نعرف ان هذا الجانب الى حد ما بيعتمد على الزراعه المطريه الى شكل كبير ولكن ازاي هنستخدم احنا الري في هذا الموضوع؟ يعني كان مفهوم انها تتعمل صوبات للجانب الحديثي في انظمه الري لندره الميه في هذا القطاع. اتعمل في صوب 100,000 صوبه, صوبة برضه في الاتجاه ده قرب منه. آه يعني بتكلم بقى على 500,000 فدان. 500,000 فدان الري عن طريق اجهزه ري حديثه هي الاحدث من نوعها لكنها اجهزه ري محوري. مم. بمعنى؟ بيفوت يعني حضرتك بتحط جهاز بيوزع مش التنقيط ولا يبقى يعني مايه جايه من النيل عادي اللي هي المايه بتاعتنا يعني ولا في ابار ولا في مطر اعتقد و... هي الابار أبار لان المنطقه فيها غنيه بالابار لكن انا ما عنديش المعلومه بالظبط بس اعتقد هي الابار لن... هتاخد من الابار وبعدين توزع عن طريق شبكات ال... او اجهزه ال... اللي هو جايب الاف الاجهزه مم. اسمها الري المحوري مم. مش بالتنقيط ومش عن طريق الاعتماد على المطر هي اعتقد بنسبه كبيره على مياه آه تم تحليتها من البحر مم. آه و... والضبعة هتبقى طبعا ان شاء الله لما نعمل المفاعل المفاعل النووي المفاعل النووي هيبقى ليه من ضمن استخداماته بيساعد بتكلفه رخيصه على تحليه مياه البحر مم واحنا قرب البحر الابيض المتوسط فهتبقى تحليه المياه آه بعد كده تستخدم المياه الحلوه دي في الزراعه وخلافه مم فهو هيعتمد على مياه حلوه سواء مياه جوفيه او مياه تم تحليتها من البحر إن شاء الله بنتمنى مزيد من التنمية لكل بقعة في أرض مصر ويمكن بشكرك جدا على كل المعلومات اللي انت قدمتها لنا في هذا الموضوع بشكرك جدا دكتور محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي شكرا جزيلا إن شاء الله كلنا في أخرى قادمة إن شاء الله الله يخليك شكرا مشاهدينا في كل مكان نتواصل بعد هذا الفاصل فانتظر.